تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي بشكل عام لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صحوا بشكل عام وغائما جزئيا فوق المنطقة الساحلية وسديميا في المناطق الشرقية والوادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.